السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير هذا النهار إن شاء الله. المهم قبل ما نبدا، واحد جوج مطيشات، هاي وحدة وأخرى وحدة. المهم غادي نكبروا إن شاء الله، يديروا مطيشة إن شاء الله، ندير لكم بها واحد لاصوص إن شاء الله. المهم إن شاء الله غادي هذا النهار غادي ندير واحد العشاء بخمسة دراهم، العشاء ديال خمسة دراهم، تاكلي انتي وراجلك ولادك. تابعيني في هذا الفيديو ان شاء الله وغادي يعجبك. ثلاثة ديال البصلات، ثوم قسميها على زوج، الله اكبر، هي الاذان المغرب. شيها لي طونشي، العشاء هذا هو العشاء تاع الدموع، اللي يقولك العشاء بالدموع هذا هو. راني نقشر وندمع، نقشر وندمع، واش داني ندير البصلة، واش داني هي غير ندير هكا، تردقها شويه، ما تقشريها ما والو، ديريكت غسليها، تردقها شويه بحال هكا، تردق شويه هكا. شالو البوطا، جبنا، نديرو المقله كيما راكو تشوفو، درنا المقله طبحت شويه، نديرو الملحة، شي ديال الملحة هكدا فيهم، هنا نخليها هكا شوية البصلة، نخليها واحد شوية تشرب شوية بعد الحطب، تشرب شوية البصلة، نحط عليها هادي، من بعد نوريها إن شاء الله. نديرو الثوم، الثوم ها هي، نديرو هنايا باش طيب مزيان، هاهي طيب، نردو عليها هكا، نردو عليها هكا على لاخر، ونخليوها طيب، بلاتها شويه إن شاء الله، إيوا دوك نمشيو نشوفو البصله كي راها دايره، واش طابت ولا مازال، نشوفو البصله كي راها دايره دوك. ها راه طايبه برك، راه واجده، شتوها كي ولات التومه باقيه عاد درتها قد كوافيه، غير خرفشتها شويه وصافي طايبه. دوك غادي نزيد عليها واحد جوج بيضات ولا ثلاثه، ما تنساوش البيض. البيض ديالنا ها هو، وجدناه، نحطوه فوق البصله كيما هكا، ثلاثه ديال البيضات درت، كل واحد وكان اللي يبغي البيت كيما يبغي الصغير. المهم ثلاثة بيضات درت يلا، خلكهم ما تفرقش، خلكهم شوية هكا بلا ما طاب واحد شوية، وغادي نحطو الطبق ديالنا البصلة مع الثوم والبيض كيما راكو تشوفو. المهم العشاء ديالنا ها هو بصح، وراح تكون ان شاء الله نشوفو فيديو اخر جديد ان شاء الله. تشاو، السلام عليكم.